السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على مرهنات الطاليس العكسية. إذا نبدأ بالخاصية في مثلث ABC، إذا كان M تنتمي إلى AB و N تنتمي إلى AC، هنا ممكن نتوما تقراو الخاصية بطريقة شي شوية مغيرة، يعني ممكن يكون عندكم مستقيمان متقاطعان ونقطة تنتميان إلى هذان إلى هذان المستقيمين المتقاطعان. إذا راه بحال بحال نفس الفكرة نفس العملية ما كاينش شي فرق، حيث AM تساوي AM على AB تساوي AN على AC، والنقط AM و B توجد في نفس ترتيب النقط A و N و C، يعني النقط AM B توجد في نفس ترتيب النقط A و N و C. فإن إذا الشروط اللي خصها توفر عندي، خصو يكون عندي مثلث، خصو يكون عندي واحد النقطة كتنتمي للمستقيم AB ونقطة كذلك كتنتمي للمستقيم AC، AB و AC مستقيمان متقاطعان، ويكون عندنا هاد النسب متساوية، ويكون عندي الترتيب. إذا شوف شحال الشروط هنا، مثلث عندك نقطة تنتمي النقطة M تنتمي إلى المستقيم AB ونقطة تنتمي إلى المستقيم AC، ويكون عندك النسب متساوية، ويكون عندك الترتيب، يعني A و M و B توجد في نفس ترتيب النقط A و N و C. إذا شنو هي النتيجة اللي توفرت لي هاد الشروط كاملة؟ النتيجة هي المستقيم MN يوازي المستقيم AB. إن في الشكل الهندسي كما شفنا في مبرهن ستانلس المباشرة، فغيكون عندنا إما الشكل على الشكل الأول أو الشكل الثاني، ولكن هنا حنا خصنا نبينو التوازي، ما يكونش عندي التوازي، يعني أنت غتبين أن المستقيم MN و BC متوازيان. إذا ندوزو للتمرين التطبيقي. إذا لاحظ الشكل الآتي، عندنا مثلث وعندنا مستقيمان EF و AB ما كنعرفهمش متوازيين، انا خصني نبين انهم متوازيين، وعندنا واحد المجموعه من القياسات ديال اطوال بعض القطع اللي كاينه في الشكل الهندسي، اثبت ان EF يوازي AB. اذا غنحاولوا نطبقوا الخاصيه ونمشيو شرط بشرط. اذا اول حاجه مثلث، اذا نعتبر المثلث ABC، إذا ديما كناخدو واحد المثلث اللي كنشتغلو فيه. المستقيمان المتقاطعان في المثلث هما اللي غادي ناخد، هما AC و BC. إذا لدينا الانتماء، دابا عندنا F تنتمي إلى المستقيم AC و E تنتمي إلى المستقيم BC. الشرط الموالي خصني نلقى داك النسب متساوية. شنو هي النسب اللي غنلقاها متساوية؟ غنلقى النسبة CF على CA، خصني نحسبها، ونحسب كذلك النسبة CE على CB. وهنا خصني الترتيب، إذا قلنا CF على CA، إذا خصني نحسب CE على CB. كنا درنا سي أ على سي أو، هنا خصني ندير سي بي على سي أو، نفس الترتيب. إذا نحسب كل نسبة ونشوف واش هاد النسب هادو متساويين أو لا. إذا سي إف غنعوضها بالقيمة ديالها في المعطيات، هي 8، سي أ هي 10، عندي الإمكانية الإختزال هنا بجوج، إذا غيبقى عندنا 4/5، سي أو هي 12، و سي بي هي 15. عندي الإمكانية الإختزال بالعدد 3، إذا نقسمو بسط المقام على 3 غيبقى لي الفوق 4، وهنا غيبقى لنا 5. إذا من خلال النتائج كنلقى بأن سي إف على سي أ تساوي سي أو على سي بي. إذا هنا حققنا الشرط ديال تساوي النسب. وعندي كذلك ضروري خصني نشير ليها، لدينا سي و اف و ا، نمشي في هذا الترتيب، هذا سي اف ا سي او بي، ولدينا سي و اف و ا في نفس ترتيب سي و او و دي.
إذا شنو هي النتيجة؟ حسب مبرهنة طالس العكسية المستقيم EF يوازي المستقيم AB.